أسلمة علم الإدارة التجارية من مندور يوسف القرضاوي دراسة وصفيه تحليلية مقارنة نبدأ من خلفية هذا البحث قامت خلفية هذا البحث على خمس نقاط جوهرية وهي نشأة علم الإدارة التجارية وتطوره ثم المبدأ الرأسمالي في علم الإدارة التجارية ثم إعادة النظر في علم الإدارة التجارية الوضعية الغربية والمحاولات ليوسف القرضوي في أسلمة علم الإدارة التجارية ومنهج أسلمة علم الإدارة التجارية تسير الأنشطة الإدارية جنبا بجنب مع الحضارة الإنسانية فقد تحققت منذ أمد بعيد كما في تقسيم المهام بين الزوج والزوجة في الأسرة وإدارة المزرعة للفلاحين وبناء الحصون والكسور والأهرامات الملك فأصبح علم الإدارة التجارية يتطور بعد الثورة الصناعية في الغرب خاصة بعد انتشار الرأسمالية والماركسية الاشتراكية كان لإرم الإدارة التجارية علاقة واثقة بإرم الاقتصاد الذي يقوم على نظام رأسمالي ومبدؤه المادية أو الألمانية وقد أدت إلى الفضائح في مجال التجارة والمشاكل الاجتماعية المختلفة كالاحتكار فالدارسون يدرسون في دائرة النموذج الكلي الغربي في إطار تطبيقاته وفي إطار رؤيته شيئا أم أبينا وصلت الهيمنة الأمريكية في تعليم إلم الإدارة التجارية إلى العالم. Amma fi idati nadar fi ilmi al-idara wa tijra' wa gurbiyah naqulu bi anna lal qiyam wal qawaid illa ma hadadahu Allah subhanahu wa ta'ala fa inna la nakunu kama nurid bal kama yuridu Allah laisa ma yahdusu fi alam al-idara min su'il idarah bal huwa su'us suluk yakni anal tah tahdusu qasdan wa amdan li mufidah lahum wa hadhihi azmah min akdin ila aqdin yu'addi tadabdubuha min nafsi al هو المبدا الرأسمالي اشياء وهي الانشطه التجاريه من نموذج الربح والربح والربح او من الربح الى الربح وللربح ومن المال والى المال وللمال اما في محاولة يوسف راغدوي في استمات من التجاريه فمن دوائي tatwir ilm al-mutakamil al-islami idrak ulama al-muslimin anna ahad turuq li takhallus min itimad al muslimina ala ad-duwal al-ghurbiyah allati tutabaru mutaqaddimah fi majalat al-ulum wa teknologiyah wal aslimah wa min bain aslimati anwa' ulum wal funun akada yusuf al-qardawi fi bahsi afdalil amal ad-dunyawiyah wa aksar mathubatan indallah qala fi fadl at-tijarah bi haditsin at-tajir as-saduq yusharum an nabiyyin wa siddiqin وشرها في وجه أفضلية التجارة بأن توفر الزراعة والصناعة يدعو الناس إلى حاجة بمن ينقل ما تنتجه من بلد إلى أخرى فهو وسيط جيد بين المنتج والمستهلك فلسياغة أسلمة المدارة التجارية يرجع هذا البحث إلى أفكار يوسف القرضاوي فإنه تبحر في هذا المجال وقد اهتم هذا الجانب من الناحية النظرية والتطبيقية وقام بعدة انتقادات نحو موقف الرأسمالية والاشتراكية والثورية والإلمية والماركسية وله آراء جلية في علم الإدارة التجارية كما رأى من دواء فعالية الإدارة باستخدام نمط إدارة حديث من خلال وسائل وآليات تتخذها في الإدارة التجارية كضرورة التخطيط واستخدام الإحصاء وتهيئة الطاقة البشرية وحسن توزيعها وحسن استغلال الموارد الاقتصادية وتوزيع الإنتاج وفق حاجات الأمة وغيرها. أما المنهج في أسلمة الإدارة التجارية أحدنا الخطوات المرتبة ترتيبا منطقا لإسماعيل راجي الفاروقي وفيما يلي في الخطوة الأولى ذا في إتقان العلوم الحديثة وتقسيمها إلى فئات ثم المسه <سؤال> الشامل للفروع والتحصص العلمي في الخطوة الثانية وفي الثالثة التمكن من التراث الإسلامي والرابعة التمكن من التراث في التحليل والخامسة في تحسيس مدى الملائمة بين الإسلام وفروع العلوم الحديثة والخطوة السادسة تقييم النقل للعلم الحديث وبيان واقع الفرع العلمي والخطوة السابعة التقييم النقل للتراث الإسلامي في بيان وقع التراث في أحدث سواره والخطوة الثامنة في تحديد أهم مشكلات الأمة ثم تحديد مشكلة الإنسانية والتحليلات والتركيبات المبدئة في الخطوة العاشرة وهناك خطوتين الأخيرتين أخذ الباحث بكل إمكانياته من الخطوة السابقة إلى الخطوة العاشرة وهي التحليلات والتركيبات المبدئة ولم يترك الخطوة الحادية عشرة بل أخذ أساس هذه الخطوة لكون نتائج هذا البحث مرجعا للكتب الدراسية الجامعية في علم الإدارة التجارية ولو اهتل النظر في الإدارة التجارية عن الأكيدة يحدث فينا ما هو حادث الآن علينا أن نواجه التفكير الإداري الاستئماري والتجريبي والإلماني الواقع في علم الإدارة التجارية وسلبيت من ذلك التفكير ونهيل الأزمات التي أدتها مبدأ رأس مالي والقضاء عليه بنظام البديل وأثبت أفكار يوسف القرضوي وجهوده في مجال المال والإدارة التجارية من مؤلفاته شتى محاولة في أسلمة الإدارة التجارية بأربعة أناسر الأول ده في الرؤية للعالم أو وورد فيو والمبحث عن الموجود أو أنتولوجي والمبحث عن المعرفة بإستيمولوجي والمنهج أو ميثودولوجي وفجدير بنا البحث المشتق منه وإصدار سياقة أسلمة الإدارة التجارية بالسلامة من ركائز هذا البحث الأول في كيفية نظرية علم الإدارة التجارية الوضعية الغربية ثم في معرفة محاولة يوسف القرضاوي في أسلمة علم الإدارة التجارية والآخر في معرفة كيفية أسلمة علم الإدارة التجارية من مدر يوسف القرضاوي قد سبق <applause> الخبراء والباحثون بدراسة حول الأمور ذات السلة بعلم الإدارة التجارية وتغلغلها في إطار الإسلام كذلك البحث حول أفكار علماء من يوسف القرضاوي كأساس دراسة ما Walakin laila fi asti mati emir darah min hadi hil abhas al maktu ba ala shiasa dabah fi al umur mislama fi zakah katalika fi siasa wa fil jihad, wa fi makol si di lqur an wa ga edo dalek fa al islamiyah wa min hilalin wa talah فإننا لم نجد بحثا في منهج أسلمة المدرعة التجارية ودراسته من مندور يوسف القردوي، لذلك جدير بنا القيام بهذا البحث لإثراء الكنوز الفكرية وحل مشكلات الأمة، خاصةً حول علم الإدارة التجارية وتطوره. وفي إطار النظر في هذا البحث شفنا الألف وباء وجيم والدال في المبدأ وردة الأعمال والمجالات والتصورات. فعرفنا بناء على هذا الموضوع في اسلمه الاداره التجاريه اقتصرت هذه الدراسه على عده النقاط الجوهريه تتخص في ان علم الاداره التجاريه يرجع الى مفهوم الراسمالي والمركزي الاشتراكي بحيث يكون لها تاثير سلبي وثبت انها لا تحسن مستوى المعيشه ويتسر علم الاداره على المعرفة في العالم النظري حتى تحقق في العالم التطبيقي بروح ريادة الأعمال وذلك بعد أن اندمج بين علم الاقتصاد والعلوم الأخرى فيسمى بعلم الاقتصاد الإداري وتتأثر ريادة الأعمال بوجهة النظر التي تشكل الروح الذي شاء الآن بتأثير التصور الغربي ومن منهج هذا البحث هذا فإنه من بحث مكتبي أي بحث نوعي غير تفاعلي بدراسة وصفية تحرية مقارنة wa min sifatihi bahsan magtabian fa inna masadirahu masadir bayanatihi ta'ti ta min masadir al maktubah wa tariqatu jam'il bayanat al mustadamah hiya istiradul kutub wa qama tahlilul bayanat bi takniyat tafsiriyah bi salasi kutuat min tasayyuril bayanat thumma urdiha summa istintajiha fa fi haykal hadha al bahs yatakawanu hadha al bahs min sati abyad al awal wal akhir da wal khatimah wa arba'

وجهوده من ناحية نظرية وتطبيقية وأخذنا هذه من بعض مصادر سأدير لهذا البحث بما في فكر الأولويات وفي دور القيم والأخلاق في البحث الإسلامي والإسلام والألمانية وجها لوجه كذلك في مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال وفصول في الأكيدة بين السلف والخلف ومشكلة الفقر وكيف يعالجها الإنسان الإسلام وبيع المرابحة كذلك من نجم uh, لمفهوم الغربي al Al-Am Al-Hadis Min Manajemen al Hu Peter Drucker Kedalika Nakat Ala Al-Idaroh Al-Tijariyah Al-Gorbiyah Min uh, Ulama Indonesia Kedalika Min Kamasali Makatabahu Fuad Mas'ud Fi Kitabi Menggugat Manajemen Barat Tamam Syukran Terima kasih